الهدف الأول ديال السعودية رقم 8 خطأ في لا ديفونس ديال الجزائر كما قلت لكم. المنتخب السعودي عنده دراري سراع وكويرية، خاص المنتخب الجزائري يرد البال يرد البال يرد البال. هذا خطأ ديال الباس استغلو الكابيتان رقم 14. السعودية عندهم لعابة سراع، مازال لعب مازال لعب شباب شمال افريقيا مازال لعب مازال. يلا بدا الماتش، خاصكم تكونسونطراو. الجزائر خطأ دفاعي غريب من دفاع الجزائر، ولكن مصعب الجوير يتقدم بالهدف الأول.